مرحبا بكم. القطة الأليفة هي من الحيوانات التي تعتمد في نظامها الغذائي على البروتين الحيواني المتمثل في اللحوم المطهية بمختلف أنواعها. وننوه بأنه يجب التنوع في طعام القطط، ولا يجوز الاعتماد على نوع واحد من الأطعمة، وذلك من أجل الحصول على المكونات والعناصر الغذائية المفيدة لصحة القطط المنزلية. ومن الأطعمة الصحية والآمنة والتي يمكن تقديمها لحيواناتك الأليفة في المنزل هي الخضروات المسلوقة كوجبة أساسية يومية للقطط. فسوف نأخذكم في جولة من خلال قناة أنماط لمعرفة فوائد الخضروات المسلوقة للقطط الأليفة وأنواع الخضروات التي يمكن تقديمها للقطط. تابع معنا. سلام من الله عليكم متابعي قناة أنماط. أولا، تحتوي الخضروات المسلوقة على العديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة لنمو القطط الصحي بشكل سليم وطبيعي. ثانيا، تحتوي الخضروات المسلوقة على نسبة عالية جدا من الألياف والتي تساهم في وقاية القطط من الإصابة بالإمساك، بالإضافة لتسهيل وتحسين عملية الهضم وإراحة الجهاز الهضمي بشكل عام. ثالثا، تحتوي الخضروات المسلوقة على نسبة عالية من الماء والذي من دوره تعويض القطط عن شرب الماء بكمية كبيرة، بالإضافة للمساعدة على هضم الطعام بصورة أفضل. رابعا، تمتلك الخضروات قدرة كبيرة على إخراج السموم الموجودة في الجسم وتنقية جسم القطة منها نتيجة كثرة أكل اللحوم بمختلف أنواعها. خامسا، يفضل أن نضع عدة قطرات من زيت الزيتون النقي إلى وجبة الخضروات التي نقدمها يوميا للقطط، لما له من فائدة رائعة في الحفاظ على صحة وقوة شعر القطط بصفة خاصة وصحة القط بصفة عامة. البطاطس، الفاصوليا الخضراء، بروكلي، الجوزة، والجزر. يتم سلق الخضروات في مياه فقط بدون أي إضافة نهائيا، بدون ملح ولا بهارات ولا بصل ولا ثوم ولا سكر، وتترك حتى يتم سلقها جيدا. ثم نقوم بهرس الخضروات ونضيف لها قطع الفراخ المسلوقة أو كبدة الفراخ المسلوقة أو السمك المسلوق لتصبح وجبة غذائية متكاملة العناصر. عند رفض القطط لوجبة الخضروات المسلوقة، يمكننا إضافة جزء صغير جدا من الخضر المسلوقة على نوع الطعام المفضل والمحبب عند القطط، وبالتدريج نزيد كمية الخضر المسلوقة بعد أن يكون قد تعود القط على طعمها. فيمكن إضافة الداري فود مطحون إلى الخضر المسلوقة أو السمك المسلوق أو التونة بعد تصفيتها وغسلها جيدا بالماء، أو كبدة الفراخ المسلوقة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد وحصري.